كتير، بس هي طبعا. مصر حالة خاصة في الصراع العربي الإسرائيلي. يعني في علم الاجتماع السياسي مصر حالة خاصة في الصراع العربي الإسرائيلي، اي وفي مخطط الفوضى الخلاقة هي الكعكة الكبرى، ومن ثم مصر طول الوقت مستهدفة. فده لازم يعني يرمي علينا وظيفة أو يعني مهمة، إن إحنا طول الوقت التعليم بتاعنا المدارس والمناهج بتاعتنا تدرس لنا تاريخ، وتهتم بدراسة التاريخ ودراسة الشخصية المصرية، وقد إيه إن مصر عبقرية المكان والزمان وعبقرية الإنسان المصري. ولازم الجزئية دي ننتبه، لأنه بيتم دايما اللعب عليها بشكل إنه يتسخف منها، لكن ده هي دي العظم. ومفيش حاجة اسمها المصري ملوش كتالوج، المصري ليه كتالوج وليه بصمة معروفة من 10,000 سنة. الأهرام والآثار والمجوهرات والذهب والمسلات اللي في العالم كله تثبت لنا يعني ايه مصري له كتالوج وله بصمة. عنده صبر، عنده حكمة، الأرض بالنسبة له عرض. أيوه. إذا اتقال حي على الكفاح الله أكبر، محدش يقدر يقف كله قدامه. المجتمع المصري كان تتذاع البيانات العسكرية، تلاقي المجتمع المصري كله في الداخل بيقول الله أكبر بالتزامن مع الجنود على الجبهة. حضرتك اتشرفت. أغنية وبحبك وحشتيني الناس بتعيط عليها لغاية دلوقتي، خلي السلاح صاحي الله أكبر. صحيح. والمرأة المصرية اللي حست بخطف الوطن، أيوة. ما ده يعتبر زي عبور تاني. لا. عملت ايه في 30/6؟ احنا اتكلمنا انا وانتي على الموضوع ده. صحيح. البلد هتتخطف يا اولاد، انزلوا احموا البلد. شوفي يا دكتورة عزة، ان طول ما المجتمع المصري واعي باللي بيحصل ومدرك وعارف قيمة بلده، أنا بقول إنه مفيش خطر عليه. أنا بشكر عايزة عمل حضرتك. درامي عظيم عن حرب أكتوبر. عايز أقول حاجة بسيطة.